سينيور 1 اهلا بيكو مكملين لسه في يونت 1. هناخد النهارده تاني بيولوجيكال ماكرو مولكيولز او تاني اورجانيك كومباوند او تاني بوليمر ان ليفينج سيل هو الليبيدز. هنتعرف على الليبيدز. الليبيدز دي كلمه بنقولها على الفاتس والاويلز، على الدهون والزيوت. هنتعرف على الستراكشر اوف ليبيدز، هنعمل classification، هنقسمها types أنواع، هنعرف المولكيولر structure بتاعها ونعرف الimportance، يعني هنعمل معاها زي ما عملنا مع الكربوهيدرات. تعالوا نبتدي. lipids soluble in non-polar compounds as benzene، زي البنزين. Soluble يعني بتكون bonds معاه، روابط معاه، وبالتالي soluble in it، بتدوب فيه. لكن insoluble in water، ما بتدوبش في المية، يعني ما بتكونش bonds أو روابط. تاني lipids soluble in benzene وده non-polar compounds و insoluble in water والwater دي polar compounds. مش موضوعنا تعرف يعني ايه polar ويعني ايه non-polar، بس المهم تعرف دلوقتي lipids soluble in ايه، بتدوب في ايه، و insoluble. senior one lipids are called biological macromolecules، نفس الكلمة اللي قلناها على الكربوهيدرات. وعرفنا ليه biological؟ لأنها formed in the human body or living cell، عموما بتتكون في living cell أو الخلايا الحية human or animals. وبنقول عليها كمان macromolecules. macromolecules يعني lipids دي containing large number of atoms، بتتكون من atoms كتير with high molecular weight، وبالتالي المولكيولر weight بتاع lipids ده عالي جدا، هنشوف دلوقتي. lipids are called polymer يعني سلسلة، والكلمة دي قلناها برضو على الكربوهيدرات. يعني البوليمر ده produced from connection several units أو monomers together، بتتجمع units أو molecules أو monomers أو وحدات كتير بالشكل اللي قدامنا ده to produce، عشان يديني في الآخر شكل البوليمر أو السلسلة. المونيمر الواحد أو المولكيول الواحد ده الستركتشر بتاعه، متخيلين؟ يعني المونيمر أو الوحدة اللي بيتكون منها البوليمر of lipids اسمه فاتي أسيد، وده الستركتشر بتاعه. نقصد إن فاتي أسيدز كتير connected together، بتتجمع مع بعضها producing، بتديني في الآخر البوليمر أو اللابتس. متخيلين قد إيه أتمز موجودة في الفاتي أسيد؟ لو بصينا على the structure of fatty acid أو المونيمر from which lipids consist of، هنلاقي 3 atoms mainly in their structure: carbon, hydrogen and oxygen. هقول حاجة مهمة دلوقتي، الفاتي acid مش موجود لوحده، الفاتي acid معاه molecules تانية أو compounds تانية هنشوفها دلوقتي. علشان كده بنقول على lipids إنها heterogeneous يعني مش متجانسة. إزاي الفاتي أسيد مش موجود لوحده؟ تعالوا نشوف. المولكيولر structure of lipids، أي نوع من lipids سواء كان oils أو fats، one molecule consists of، المولكيول الواحد بيتكون من 3 fatty acids. ده fatty acid number 1، fatty acid number 2، fatty acid number 3، plus معانا alcohol. المولكيول ده اسمه alcohol أو اسمه glycerol. تاني يبقى المولكيولر structure of lipids، one molecule of lipid whatever نوعه ايه هناخده دلوقتي، هنشوف اساسي في التركيب 3 fatty acids plus glycerol or alcohol،
ده one molecule of lipids وانا حابه اعرفكم ازاي الاستراكشر ده produce ازاي one molecule of lipid or fat is produced. ده المولكيولر ستراكشر او ستراكشر اوف وان مولكيول زي ما اتفقنا قلنا consists of 3 fatty acids plus معانا الكحول او الجليسرول. ازاي المولكيول ده produced؟ ده produced او اتكون from connection من ارتباط الجليسرول, ممكن تقول glycerol أو ممكن تقول alcohol with 3 hydroxyl groups. فين ال hydroxyl groups؟ هنا بنشوف ال 3 hydroxyl groups. Okay, glycerol or alcohol with 3 hydroxyl groups plus معانا 3 fatty acids. إزاي بيرتبطوا مع بعض؟ بيرتبطوا أو بيحصل connection بينهم إن بتتكون 3 bonds, بتتكون هنا 3 روابط by removing 3 water molecules. إزاي؟ بنشيل water molecule من هنا, hydrogen atom من الجليسرول وhydroxyl group من الفاتي أسيد, وبالتالي بتتكون 1 bond. شايفين 1 bond is formed وشلنا water molecule. بنشيل كمان water molecule من هنا وبتتكون bond تانية, water molecule من هنا وبتتكون البوند التالتة. يعني بيتكون 3 bonds by removing 3 water molecules. Lipids can be classified into 3 types. هنقسم اللابتس لتلات أنواع according to molecular structure, يعني حسب الفاتي أسيدز اللي داخل في الستركتشر, حسب الجليسرول اللي داخل في الستركتشر. هنقسم اللابتس لسيمبل لابتس, كومبلكس لابتس, لابتس ديرافاتيف. النهاردة بس أو في الفيديو ده هنتكلم عن السيمبل لابتس, كومبلكس لابتس واللابتس ديرافاتيف دي في فيديوهات تانية. هنعرف أنواع السيمبل لابتس, ليها أنواع, المولكيولر ستراكتشر بتاعها, الامبورتنس وكل حاجة عن السيمبل لابتس. أول نوع هنبتدي بيه السيمبل لابتس. هنقسم السيمبل لابتس ل 3 types, ثلاث أنواع, oils, fats and wax. إزاي هنعمل classification ده according to على حسب الفاتي acids and alcohol. نوع الفاتي acid, يا ترى الفاتي acid ده saturated ولا unsaturated وحنعرف يعني إيه, ويا ترى الالكحول ده containing قد إيه hydroxyl groups, ممكن alcohol with 1 hydroxyl group, alcohol with 3 hydroxyl group. إزاي هنشوف دلوقتي, تعال ونبتدي بأول نوع الأويلز. أويلز, أويلز وده أول تايب عندنا في السيمبل لابتس. الستركتشر بتاعه أو المولكيولر ستركتشر, التركيب consists of glycerol plus unsaturated acid. ده الجليسرول اللي قلنا عليه, ممكن تقول جليسرول زي ما قلنا أو ممكن تقول alcohol with 3 hydroxyl groups. واضحين جدا alcohol with 3 hydroxyl groups أو ممكن تقول جليسرول plus unsaturated fatty acid. يعني إيه unsaturated fatty acid؟ unsaturated fatty acid يعني fatty acid containing double bond أو triple bond, يعني نقصد إنه مش مشبع. ممكن البوندز دي يحصل لها breaking down, تتكسر وتدخل أتم تانية زي الأكسجين مثلا, وبالتالي بنقول على الفاتي أسيد ده إنه unsaturated, مش شبعان, في double bond أو triple bond, ممكن تخش أتمز تانية جديدة على الفاتي الأسيد ده. ده المولكيولر structure of oil أو الزيوت. الأويل بنشوفها فين؟ الأويل formed in many living organisms, بس أنت عليك example في الكتاب مقيد بيه, وهو إن الأويل cover
feathers of aquatic birds. زي ما انت شايف ال aquatic birds او الطيور اللي بتكون قريبة من ال water, their feathers covered with oil. بتكون ال feathers او الريش بتاعها متغطي بال oils. ده ليه؟ To prevent water from penetration to their bodies, عشان نمنع المية انها تدخل في جسمها, and hindering their movement, ويعوق حركتها. عرفت المولكيولار ستراكشر بتاع الاويل, وعرفت كمان اكزامبل الاويل موجود فين. تاني تايبس معانا من السامبل ليبيدز هنشوف الفاتس, او اللي بنسميها بالعربي الدهون. المولكيولار ستراكشر يعني بتتكون من ايه؟ جليسرول, زي ما اتفقنا ممكن تقول جليسرول اور الكحول with 3 هيدروكسيل جروبس, خلاص حفظناه. بلس معانا المرة دي ساتيوريتد فاتي أسيد. يعني ايه ساتيوريتد؟ انت شايف مفيش هنا دبل بونز او تريبل بونز, يعني مفيش مكان ان هي اتمز تخش على الدبل على الفاتي أسيد ده, فعشان كده بنسميه ساتيوريتد, شبعان مفيش مكان ان اتمز تدخل جديد عليه. ده المولكيولار ستراكشر اوف فات. بنشوفها فين؟ الفات بتتكون في ميني living cells, بتتكون في أجسامنا, بتتكون في أجسام الأنيمالز. بس أنت مقيد بإكزامبل في الكتاب, وهو إن الفاتس stored under skin of polar animals acts as a thermal insulator to protect them from severe cold. الفاتس بتكون طبقة عزلة في تحت السكن of polar animals, الحيوانات اللي بتعيش في المناطق القطبية, to protect them, عشان تحميها من البرودة أو البرد الشديد. عرفنا ال structure of lipids, عرفنا بنشوفها فين, وكمان عرفنا الفرق بين saturated and unsaturated fatty acids. لسه مكملين في السامبل lipids, وتالت أو آخر نوع معانا الواكس, اللي بنقول عليها بالعربي شموع. يعني الواكس ده تايب من اللابتس. تعالوا نشوف المولكيولار ستراكتشر بتاعه. consists of mono alcohol. يعني ايه الالكحول بتاعنا؟ بس انا هحدد بس one hydroxyl group وحشيل دول, فده هيكون تقريبا الستراكتشر بتاعه. ملقتش صورة ليه بس نتخيله. mono alcohol. مونو الكحول يعني الكحول containing one hydroxyl group plus saturated fatty acid with high molecular weight. fatty acid بس مش اي حاجة, fatty acid بيتكون من large number of atoms producing, بيديني في النهاية الواكس او structure of wax. بنشوف فين الواكس. دايما الواكس covers plant leaves, بتغطي plant leaves especially a desert plant to prevent loss of water by transpiration. دايما desert plant leaves plant اللي بتعيش في الصحراء covered with wax, بطبقة من الشموع, لان عندها ما عندهاش مية كتير, عندها شوية مية صغيرين عايزة تحافظ عليهم. علشان تحافظ عليهم مع درجة الحرارة العالية, plant leaves covered متغطية بطبقة من الواكس, طبقة من الشموع, علشان تحميها انها تفقد شوية المية الصغيرين دول بالtranspiration, وهي عملية ان البلانت ده بيفقد المية مع درجة الحرارة العالية. الواكس ده بيمنع او بيحافظ على المية اللي موجودة في الديزرت بلانتس. فبنقول ان الواكس ده cover plant leaves especially desert plant leaves to prevent loss of water by transpiration. وده كان اخر طيب معانا في السامبل لابتس. عرفنا المولكيولار ستراكشر وعرفنا الواكس موجوده فين. حاجه مهمه عايزين نعمل ستريس عليها, الايلز بنشوفها دايما in ordinary temperature, يعني في درجة الحرارة العادية, in liquid state. السبب هو ال unsaturated fatty acid اللي شفناه في الستركتشر. الفاتس مثلا شفناه in ordinary temperature, في درجة الحرارة العادية, in solid state. والسبب ال saturated fatty acid اللي شفناه في المولكيولار structure.
والwax طبعا بنشوفه في الصوليد، والسبب اكيد انتوا عرفتوه الساتوريتد فاتي اسيد. يعني سبب اللابتس اني اشوفها ليكويد اور سوليد، السبب انه الفاتي اسيد او نوع الفاتي اسيد اللي موجود في الاستراكشر ساتوريتد ولا انساتوريتد.